جوزها الاولاني بيعاقبها لحد دلوقتي علشان خلعته وارتبطت بواحد تاني من ورا جوزها، وحتى الجوازه الوحيده اللي كان فيها الامل طلع جوزها متجوز عليها واحده كانت بتمشيها على مزاجها ومش عارف يبقى ليه عليها كلمه، وعاشت قصه حب مع فنان قد عيالها وشكلها قدامهم ما كانش قد كده فاضطرت تفكس له. كلامي هنا عن الفنانه هنا شيحه اللي حكايتها مع الرجاله اللي اتجوزتها واللي ما اتجوزتهمش كلها اثاره ونديه زي ماتشات الكوره المهمه. تعالوا بينا في الفيديو ده نعرف تفاصيل من حياتها نشيحة وحكايتها مع الرجالة. ليه جوازاتها كلها كانت فاشلة؟ يا ترى مين اللي طلع متجوزها عليها أحمد فلوكس؟ وليه خلعت جوزها الأولاني؟ وإزاي بيعاقبها لحد دلوقتي على عملتها السودة؟ وإزاي اتجوزت جوزها تاني في المحكمة؟ وهل فقدت حضانة عيالها بسبب الجوازة التانية دي ولا إيه؟ يلا بينا. هنا شيحة قابلت جوزها الأولاني مهندس الديكور فوزي العوامري وتعرفوا على بعض حبها وحبته، والقصة كانت حلوة ولما لقوا نفسهم متفاهمين خدوا خطوة الجواز، وعلشان الحب يدوم كانت خلفت عيالهم قرار يقوي علاقتهم وربنا كرمهم وخلفت منه ولدين. ولكن بدأت الخلافات بينهم وهنا طلبت الانفصال علشان ما استحملتش لا خلافات ولا مشاكل وكانت عاوزة تخلص، بس فوزي قال لها بعينك عاوزة تطلقي روحي المحكمة. هنا قررت تاخد بعضها وتطلع على المحكمة علشان تاخد حريتها، اصل شغل زي ما دخلنا بالمعروف نخرج بالمعروف دي مش هتحصل ما بينهم. وفعلا اتطلقت هنا شيحة بعد ما المحكمة حكمت ليها بالخلع، بس جوزها مسكتش وقال لها والله ما انا دافع مليم للعيال، كملي الطريق بقى واعملي قضية نفقة وانا هوريكي اللي عمرك ما شفتيه. وزيها زي ستات كتير قررت تطلب نفقة والحكم كان في صالحها والمبلغ 2000 جنيه. يوم جوزها يعمل ايه؟ استأنف يا حضرة المحامي على الحكم، وفعلا تنزل الفلوس للولدين ادم ويوسف ل 1400 جنيه ومفيش اكتر من كده. هنا شيحة كانت في علاقة جديدة بعد خلع جوزها، ووقتها جوزها قال هو انت مفكراني مش عارف، وراح قايل في المحكمة كل الكلام اللي قالته اني بخيل ومش بصرف عليها، الكلام ده مش حقيقي، دي تعرف واحد تاني وسابتني علشانه. وانتشر كلام ان هنا شيحة مرتبطة باحمد خضير، وفي صور انتشرت ليهم بالذات ان جوزها قال كمان دي حرمتني من عيالي وعارفة واحد تاني انا مش هسكت. بس محامي هنا شيحة اضطر يعلن في المحكمة جواز هنا واحمد خضير علشان يقطع على جوزها اي كلام انها في علاقة كده، وبرده جوزها مسكتش ورفع قضية يطلب فيها ضم عياله لحضانته علشان هنا اتجوزت وهو مش هيوافق عياله يعيشوا مع جوز ام. مشيت الحكايه وفضلت هنا وخضير متجوزين، ومشيت كمان في اجراءات نقل الحضانه لمامتها علشان ما تتحرمش من عيالها، بس جوزها الاولاني قرر يعاقبها ومنع عياله من السفر للخارج، ودي كانت محاوله منه لتأييد حريه ولاده وحرمانه ان يستمتعوا بحياتهم، وما كانش في دماغه انه كده بيعاقب ولاده مش بيعاقب هنا، بس هيعمل ايه؟ هو الطريق ده اللي قدامه. هنا شيحه قررت ما تاخدش فلوس النفقه اللي هي 1400 جنيه كل شهر وتولت عيالها من الالف لل، وقالت انا هصرف عليكم وكل اللي تحتاجوه هتلاقوه، بس كانت لما تتزنق كانت تضطر تروح المحكمه تاخد فلوس النفقه اللي متحوشه هناك باسم عيالها تجيب بيها اي حاجه. ومشيت الامور لحد ما قررت تنفصل عن احمد خضير علشان صعوبه الحياه بينهم وما حصلش تفاهم، وللمره الثانيه على التوالي تفشل جوازة هنا شيحه. فاتت الايام وقررت تربي العيال وتعيش ليهم، ومع الوقت بداوا يكبروا ويلوموها انها مش عارفه ترد وتجيب لهم حقهم بعد منعهم من السفر والاستمتاع بحياتهم. قررت تعمل مبادرة تتكلم فيها عن معاناة الست مع العيال لما تنفصل، والأب يقرر يعاقبها علشان تبان في نظر عيالها إنها عملت حاجة، لحد ما كبروا وآدم بقى عنده 21 سنة ويوسف 18 سنة، وخبط على بابها الجواز للمرة التالتة، والمرة دي كان الفنان أحمد فلوكس، وقالت له عاوزني اطلبني من عيالي هم رجالتي ولو وافقوا أنا مش ممنع. أحمد فلوكس راح قعد مع عيالها نشيحة وأقنعهم يتجوز أمهم، وفعلا وافقوا وتمت الجوازة اللي كان عليها علامة فهم كتير، علشان الخبر انتشر وهم نفوا الجواز لحد ما اعترف فلوكس بالجوازة، وهم يدوب 10 شهور وانفصلوا علشان مش متفاهمين في العلاقة، وقالوا ان معرفتهم ببعض كأصدقاء احسن 100 مرة من انهم زوجين. بس لحد هنا ما خلصتش الحكاية، احمد فلوكس اتكلم في مرة عن جوازه من هنا وقال ان السحر هو اللي خلاه ينفصل عن هنا شيحة، وانه كان بيعاني في السحر ده وبيتحكم فيه، وده كان السبب اللي مخليه مش عارف يتفاهم مع هنا شيحة، وبقت علاقتهم ببعض مش كويسة رغم الحب الكبير
الكبير اللي بينهم. وهنا قررت هنا شيحة تقفل باب الجواز خالص، وأحمد فلوكس رجع لمراته الأولانية المغربية وأم ابنه الوحيد اللي قال هي أولوية من أي حد، وده بعد ما تفك السحر اللي عليه. بعد ما الجوازة دي انتهت في صور انتشرت بين هنا شيحة ومحمود شاهين ابن أخت الفنانة إلهام شاهين، وانتشر كلام إن في قصة حب بتجمعهم وإن في جواز هيحصل قريب. بس لما الصور كترت وبقى في سهرات صحاب ما بينهم، طلعت إلهام شاهين وقالت اللي ابن أختي هيختاره أنا موافقة عليه، ودي حياته وهو حر فيها. بس هنا علشان عرفت محمود اللي سنه قريب من سن ابنها كان شكلها مش قد كده قدام ولادها، وقررت بعد 3 أسابيع من العلاقة دي إنها تفكس لقصة الحب دي وتنتهي علاقتها مع محمود شاهين بشكل نهائي، وتقال إن عيالها هم السبب بعد ما رفضوا يكون في جوازة بالشكل ده في حياة أمهم. بعد 3 جوازات وقصة حب فاشلة، قررت هنا شيحة تقفل باب الجواز من حياتها، وبقى لها حوالي سنتين دلوقتي ما خبطش على بابها راجل للجواز ولا قلبها اتفتح لحد، وشكلها كده قررت تعيش حياتها سفر واستمتاع بالحياة وتعوض كل اللي فاتها مع عيالها اللي كبروا بقى كل واحد ليه حياته الخاصة، ومش بعيد ابنها الكبير يقول لها انه ارتبط بعروسة وعاوز يتجوز كمان. ربنا يوفق هنا شيحة في حياتها الشخصية وطبعا حياتها الفنية، كلنا عارفينها وقدرت تثبت نفسها وتحقق احلامها بادوار مهمة قدمتها على الشاشة، وعقبال ما تقدم لنا اعمال اكتر واكتر الفترة اللي جاية.